كالعادة أخبار كتير بتتقال على الأهلي يوميا في السوشيال ميديا. نبتدي بالحسابات الرسمية المختلفة من خلال ترند الأهلي وحساب يلا كورة على تويتر، بيقولوا إن مصدر بالأهلي قال لهم لا نية لتأجيل لقاء بيراميدز والسفر لجنوب إفريقيا عقب المباراة مباشرة. الموضوع محسوم يعني، خلاص الموضوع خلصان من بدري. الأهلي ما طلبش يأجل المباراة في ميعادها، ومفيش أي حاجة من الاتجاه ده. إن شاء الله الأهلي يكون موفق في مباراة بكرة وموفق كمان في السفر في مباراة سان داونز. يلا كورة كمان لسه معاهم من خلال تويتر، الأهلي أقوى خط هجوم في الدوري المصري برصيد 27 هدف. بصراحة الأهلي ما شاء الله هجوميا السنة دي، رغم كمان كل الفرص اللي بتضيع، وده طبيعي في الكورة، لكن بتقدر تجيب أهداف كتير قوي. دي حاجة مميزة بتميز الأهلي السنة دي هجوميا. دفاعيا محتاجين شوية شغل زي ما قلنا امبارح. يأتي خلفه الزمالك وبيراميدز برصيد 20 هدفا فقط، رغم ان الاهلي كمان لعب مباريات اقل. يعني الاهلي اقل فريق في الدوري حتى الان لعب مباريات، 9 مباريات بس، لكن الزمالك مثلا 10، بيراميدز كمان 10. طيب وفي بعض الفرق لعبت 11. خلينا نروح لليوم الساوح سوا على تويتر. موسيماني يبحث عن الفوز الاول مع الاهلي امام بيراميدز. الراجل لعب 3 ماتشات قبل كده قدام بيراميدز، اتعادل في الثلاثه. ماتش كان اول ما جه في نهايه الدوري اللي حسمناه اللي قبل اللي فات، كانت مباراه 0-0 وكان مطرود من عندنا لاعب على ما اتذكر ديانج، على ما اتذكر يعني. والماتش الثاني السنه اللي فاتت في الدور الاول 0-0، والسنه دي او السنه اللي فاتت برده في الدور الثاني تعادل 2-2 في المباراه اللي احنا عارفينها جدا، والاهلي كان اقرب انه يفوز فيها. ان شاء الله نتمنى له يحقق الفوز الاول ليه على بيراميدز ان شاء الله باذن الله بكره. الوطن سبورت بيكلموا عن ان موسيماني يجهز خطه لايقاف رباعي بيراميدز قبل موقعه الدوري. مين هم رباعي بيراميدز اللي كاتبينهم في الخبر؟ ويعني الموضوع مش بيتعلق برباعي بس مميز او حاجه، هي فرقه ككل، وبيراميدز من الفرق اللي بتلعب لعب جماعي كويس مع الكابتن ايهاب جلال، في الحقيقه مدرب مميز. فبالتالي انت ازاي تقدر تتعامل معاهم في مباراه قويه زي دي؟ هم هنا كاتبين على ان موسيماني عايز يعني يقدر يضع خطه لايقاف عبد الله السعيد ورمضان صبحي وابراهيم عادل ووليد الكارتي. فدول من اللعيبه المميزه في الحقيقه الموجوده في تشكيله بيراميدز، يعني علشان ما يهددوش مرمى الشناوي. اكيد هيهددوا مرمى الشناوي، والاهلي هيهدد مرمى الشريف اكرامي لو لعب اساسي. هي مباراه هتكون قويه ومتكافئه ما بين الفرقتين يعني، فان شاء الله الاهلي يكون موفق. خلينا كمان نروح لخبر اخر، واحنا خلاص كريم قال لنا الشكل او الخبر الرسمي بخصوص ياسر وايمن، اثنين من العناصر المهمه قوي. ياسر تالق مؤخرا بشكل كبير، ايمن للاسف الاصابه عطلته شويه، لكن لعيب مهم قوي قوي قوي. فبالتالي الاختبار الطبي يحسم موقف ايمن وياسر من لقاء الاهلي وبيراميدز. خلاص الموقف اتحسم، والاثنين باذن الله هيكونوا متواجدين في القائمه بتاعه الماتشين بيراميدز وسان داونز. فده خبر جيد. خلينا نروح لحساب بطولات على تويتر، وبيقولوا بناء على تقارير يعني سان داونز يفكر في ملعبين باجواء صعبه لمباراه الاهلي. هقول لحضراتكم، هم لحد دلوقتي بشكل رسمي ما حددوش الملعب اللي هيلعبوا عليه قدام الاهلي، هم بيحاولوا يصعبوا الامور شويه على الفريق اللي بيلعبه، تمام، في كل المباريات بالمناسبه مش عشان الاهلي بس، لكن لما يكون بتقابل خصم قوي زي الاهلي فطبعا الحسابات بتبقى اكبر. في 3 ملاعب مرشحه، اول ملعب اللي هو ملعب سوكر سيتي ده في مدينه جوهانسبرج، و يعني هم نفسهم يلعبوا في الملعب ده، بس هم خايفين ان يكون ميعاد المباراه متعارض مع مباراه كايزر تشيفز، لان كايزر تشيفز ده ملعبه اساسي، فريق قوي برده في جنوب افريقيا احنا عارفينه، الاهلي قبل كده في السوبر الافريقي. تمام، الملعب الثاني هو بيتر موكابا، والملعب الثالث هو ملعب امبومبيلا. تمام، والملعبين دول بقى بيتميزوا بايه؟ الاثنين الاخرين اللي انا قلت لحضراتكم عليهم، ان الارتفاع عن سطح الارض يتيح لنادي سان داونز نفس الاجواء الحاره على عكس تعود الاهلي في مصر على الاجواء الشتويه في الفتره الحاليه. فده يدي افضليه لسان داونز طبقا لوجهه نظرهم، لكن في كل الاحوال ايا كان الاهلي هيلعب في اي ملعب، باذن الله باذن الله الاهلي يقدر ان هو يفوز في هذه المباراه. طيب خلينا نروح لاخر خبر معانا في ترند الاهلي، وهو نفس القصه. يعني هم انا عندي 3 حلقات في الاسبوع يا جماعه، سبت وحد واثنين. حلو، يوم السبت اتكلمت على ديانج، وامبارح اللي هو الحد اتكلمت على ديانج، والنهارده اللي هو الاثنين اتكلمت على ديانج. ولما هيجي بكره زميلي محمد سعيد في نفس البرنامج، تمام، هيلاقي خبر على ديانج، وبعد بكره هيلاقي خبر على ديانج، رغم ان ده مش توقيت انتقالات خالص. يعني احنا يعتبر في بدايه الموسم في مصر، فاديني عقلك. ده الاهلي ما لعبش 10 ماتشات في الدوري، الاهلي لسه في مستهل او يعتبر في منتصف مشوار دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. الامور لسه بدري،
واتكلموا على ديانج والعروض والانتقالات. هو دلوقتي لو ديانج جاله عرض رسمي مثلا، مثلا هو ما جاش اصلا، بس لو جه عرض رسمي لديانج هيمشي؟ هينفع يعني في 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 فتره قيد او في باب قيد مفتوح في اي دوله في اي حته؟ لا. طب ايه لازمه الكلام ده؟ مش عارف. وفي بعض الاحيان برضه هقول لحضراتكم القصه دي، بيبقى ساعات بحاول استنتج خبر مين اللاعب المتالق واللي مكسر الدنيا. هو بصراحه ديانج مكسر الدنيا مع الاهلي من ساعه ما جه ما شاء الله عليه، ربنا يحميه يا رب. ف يبقى اكيد هيجي له عروض، فانا استبق عشان يبقى سابق عندي اقول ان ديانج عنده عروض، وهو اصلا والله يا جماعه ما في اي عرض لديانج خالص خالص، ومش منطقي ان يبقى في عرض دلوقتي. واي نادي هيبعت عرض دلوقتي رسمي يبقى نادي بيهزر، مش دارس اموره كويس، لان لسه بدري على الموسم. قد يختلف لا قدر الله تختلف مستويات ديانج، لا قدر الله يحصل امر في الامور يعني، لا قدر الله يكتشفوا لاعب، او ليه ممكن يوارد ان هم يكتشفوا لاعب افضل من ديانج من وجهه نظرهم، النادي اللي عايز يتعاقد مثلا مع لاعب في وسط الملعب، لسه حسابات كتير. فعمر ما في اي نادي هيبعت عرض رسمي دلوقتي. فماشي، فبرضه احنا قلنا نقول لحضراتكم على الخبر ده ونحط حضراتكم في الصوره لحظه بلحظه، لان اكيد جماهير النادي الاهلي بتحب دايما تعرف الحقيقه يعني.